أعلن اتحاد الصحفيين عن إقامة مهرجان الإعلام السوري الأول، واللي رح ينطلق ب 17 من أيلول القادم بدار الأسد للثقافة والفنون بمشاركة وسائل الإعلام السورية من القطاعين العام والخاص. لنحكي أكثر عن المهرجان، أهميته اليوم، ماذا يتضمن. أكيد بنرحب بالأستاذ موسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. صباح الخير، وصباح الخير للزملاء العاملين وللمشاهدين الكرام، مشاهدي الإخبارية. يسعد صباحك استاذ صباح موسى الخير. عبد النور، ونحن سعيدين بوجودك. يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء، في الكثير من الاسئله بدنا نطرحها كصحفيين سوريين اليوم. خلينا نحكي بالبدايه اهميه مهرجان الاول للاعلام السوري اليوم. ليش اليوم؟ طبعا هذا ليش اجت الفكره هلا بهذا الوقت؟ المهرجان الاعلام السوري الاول هو تطوير لفكره سابقا كان الاتحاد يقوم بها، وهي جائزه الصحافه السوريه، وكانت تقام في عيد الصحفيين الذي يصادف في 15 من آب. إضافة إلى ذلك هنالك لجنة أيضا تتبع لاتحاد الصحفيين، وهي لجنة الصحفيين الرياضيين، كانت تقيم جائزة القلم الذهبي. هاتان المسابقتان كانتا تقتصران على الصحافة المكتوبة فقط، وبالتالي زاوية الرأي، المقال، اللقطة الصحفية أو ما شابه ذلك. بالتالي حاولنا نحن أن نطور هذه الفكرة بشكل أكبر، بحيث تشمل وسائل الإعلام كافة، الإذاعة، التلفزيون، الصحافة، وأيضا المواقع، أفضل تصميم لموقع إلكتروني، وكل شكل من الأشكال الوسائل الإعلامية له عدة بنود فيما يتعلق بالمسابقات. فالفكرة كانت هي تطوير لفكرة سابقة موجودة في الاتحاد، وبالتالي أيضا هنالك مسألة أنه يجب أن يكون هنالك مهرجان للإعلام، لأن هذا المهرجان يمكن أن يحقق الكثير من لنقل المنافسة الشريفة بين الزملاء، التطوير المهني لأدائهم، أن يضع الإعلامي دائما في نصب عينيه الحلقة المتميزة. هذه كثيرا ما كنا عندما نعمل نقول الله هذه حلقة مهرجان يمكن أن توضع على جنب، في حال تم المشاركة في أي مهرجان عربي أو قاري يمكن أن ترسل هذه الحلقة لهذا المهرجان. نحن نشارك في مهرجانات خارج سوريا، لماذا لا يكون أيضا مهرجانات داخل سوريا؟ أولا قلنا الأول إن شاء الله، الثاني أو الثالث والرابع نستطيع أن نستمر بهذه، لأنه بحاجة إلى تضافر جهود، بحاجة إلى إمكانيات. هي لفتة كريمة نوعا ما اليوم لقيمة العمل الإعلامي السوري أو للصحفي السوري. صحيح. ما يكون في مهرجان يكرم عمله اليوم في ظل ظروف إحنا عم نشتغل فيها بإمكانيات محدودة ضمن حرب وضمن حصار عم نعيشه. صحيح. يعني هذا المهرجان لماذا لا يكون أيضا في خطوة تالية، سواء العام القادم أو الذي يليه، عربي أو قاري أو حتى عالمي؟ ما الذي يمنع من أن يكون مثل هذا المهرجان في سوريا؟ الصحفي بالتأكيد عندما يعمل بحاجة لمن يقول له شكرا على مثلا عمل تميز به أو جائزة فاز بها أو ما شابه ذلك، وبالتالي من هنا كان هذا المهرجان، بالإضافة إلى يعني ممكن أن تكون أهداف أخرى، لكن الجانب المهني هو الأهم. والجانب الآخر أنه هذا المهرجان أيضا يثبت بأن سوريا دولة مؤسسات، سوريا لا زالت صامدة بشعبها، بمؤسساتها، بعامليها، وخاصة الإعلاميين، من معرض الكتاب إلى معرض دمشق الدولي إلى مهرجان الإعلام، نشاطات متعددة في وزارة الثقافة والسياحة وكل مؤسسات الدولة. بوابات يعني العديد نصر من عديدة تعيشها سوريا خلال هذا العام، أكيد بفضل تضحيات الجيش العربي السوري. وتابعنا قبل قليل بالتقرير، التقرير من أيضاً القريتين. شكر. أنا بدي وجه تحية لأهلنا بالقريتين، أنا اعتبار قريب من المنطقة، فالتحية لهم، تحية لرجال الجيش العربي السوري اللي عادوا الأمان لهي المنطقة. أكيد. أستاذ موسى، يعني ونحن عم نحكي عن مهرجان الإعلام الأول، بيخيل هيك لكل صحفي أنه يعرف شو هي الفئات اللي رح يضمنها. هل هي الفئات رح تكون ثابتة دائما ولا هي متغيرة كل عام؟ يمكن السنة يمكن شيء بخص صمود الشعب العربي السوري. صحيح. وأيضا الأمور الخدمية وما إلى ذلك. نتعرف عن الفئات، نعرف أيضا المشاهدين، الجمهور فيها، وهل ستبقى ثابتة أم هي متغيرة؟ الحقيقة هو مهرجان الإعلام السوري الأول، العنوان العريض له حكاية صمود، صمود هذا الشعب، صمود الجيش، وصمود القيادة السورية، الثلاثي الذهبي الذي يحقق كل هذه الإنجازات على مساحة الجغرافيا السورية، والذي عهد نفسه أن يجتث الإرهاب من كل بقعة من الأرض السورية. الأشكال الإذاعية، طبعا في الإذاعة هنالك ثلاث أنواع من المسابقات التي هي اقتصرت فقط على نشرة الأخبار السياسية، بالإضافة إلى البرنامج الحواري والبرنامج الخاص حول صمود الشعب السوري. في التلفزيون هنالك تقرير المراسل الميداني، على اعتبار أن هذا الجانب هو جانب كبير في عمل المحطات،
أيضا برنامج الخاص حول صمود الشعب السوري والفترة المفتوحة بالإضافة إلى البرنامج الخدمي. هذا ما يتعلق بالتلفزيون. أما ما يتعلق بالصحافة فأخذنا رأي مقالة والتحقيق الصحفي واللقطة الصحفية إضافة إلى تصميم أفضل موقع إلكتروني. في الرياضة طبعا في الإذاعة والتلفزيون والصحافة أخذنا نوعين تقريبا من كل مسابقة، بحيث أن يكون نشر رياضية في الإذاعة والبرنامج الحواري، التقرير في التلفزيون والبرنامج الحواري، وفي الصحافة كمان زاوية الرأي والمقالة واللقطة الصحفية. طبعا تتغير هذه الأشكال بالتأكيد في الأعوام المقبلة، لأنه في أشكال متعددة، والآن ربما البعض يوجه أنه لماذا لم تختاروا مثلا عنوان إعلان المحطة، ممكن أن يكون فيه تنافس، الإعلان الثقافي الاجتماعي ممكن أن يكون فيه تنافس، الوثائقي، يعني هنالك أنواع متعددة. كمان كان في استفسار نوع الوثائقيات، اليوم في وثائقيات كمان بتحكي عن صمود الشعب السوري، ممكن أنه ما في فئة مخصصة، يمكن رح نشاهدها يمكن بالدورات بالتأكيد القادمة. هذه الأمور يمكن أن تكون خلال دورات. نحن حاولنا في هذا المهرجان أن نكون يعني لنقول بالنسبة للأشكال البرامجية بالعدد الأقل، لأنه تجربة في البداية، سنكتشف الكثير ربما أو القليل من الأخطاء لا ندري التي وقعنا بها، وبالتالي نتدارك هذا لننطلق إلى مهرجان يكون أشمل وأوسع فيما يتعلق في المشاركة. المهم أنه بدأنا، هو الخطوة الأولى بالتأكيد. المهم أنه بدأنا بالتأكيد، هي الخطوة الأولى هي الأهم، وإقامة المهرجان هو التحدي الأكبر، ونشعر بتحدي أكبر بعد النجاح الباهر الذي حققه معرض دمشق الدولي، أنه ماذا سيكون مثل هذا المهرجان، خاصة أنه في نجاح سابق. أنت عليك أن تستمر على نفس هذا المنوال من النجاح الذي حققه المهرجان، وبالتالي من أجل هذا حشدنا له يعني إن شاء الله نوفق. دعونا النقابات العربية لحضور المهرجان، الاتحادات، الروابط، الجمعيات الصحفية العربية، أيضا بعض الإعلاميين في الدول العربية والدول الصديقة أيضا لحضور هذا المهرجان، وبالتالي إن شاء الله يكون هنالك تظاهرة إعلامية حقيقية، لأنه المهرجان فقط لا يقتصر على الأشكال الإذاعية، هنالك في الفترة الصباحية أيضا تكريم لوسائل الإعلام الصديقة ووسائل الإعلام الوطنية على ما قامت به، ويكون هنالك المنتدى الإعلامي الثالث لاتحاد الصحفيين، يعني العنوان الأولي أن يكون الإعلام المقاوم تجارب وآفاق، تدعى له هذه المحطات التي ساهمت في تغطية الحرب على سوريا الكونية، وساهمت أيضا في الدفاع عن سوريا في مواجهة التضليل والكذب الإعلامي، وأيضا مواجهة نقل الإنجازات والانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري. إضافة إلى ذلك طبعا هنالك مشاركة خلال حفل توزيع الجوائز لفرقة الموسيقى الأنغام العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله، وهي مناسبة هنا لكي أوجه التحية لكل الوزارات التي تتعاون معنا في هذا الجانب. كما ذكرت يعني المهم أن نبدأ، وعندما نبدأ يتعاون الجميع، يعني وزارة الثقافة قدمت دار الأوبرا القاعة الكبرى من أجل إقامة الاحتفال، أيضا تعاقدت مع المايسترو عدنان فتح الله وقدمت له كل ما يريد فيما يتعلق بإقامة مثل هذه الحفل. وزارة السياحة أيضا ستتعاون معنا في موضوع الإقامة للضيوف، ووزارة النقل أيضا ما يتعلق بالنقل وبطاقات الطائرة. أما وزارة الإعلام فهي نحن ووزارة الإعلام فريق واحد أعتبر، لأنه السيد الوزير يسأل بشكل دائم، يذلل العقبات بشكل دائم، ووجه المؤسسة العربية للإعلان التي أيضا تتولى التعاون معنا بشكل كامل. وأيضا لابد أن نقول بأن هنالك تعاون من المؤسسات الإعلامية، يعني منها الإخبارية ومنها الفضائية، منها نور الشام، القنوات التلفزيونية، جميع الوسائل. مهرجان بخص مفاكيد بالتأكيد المشاركة أولى بالإعلان، يعني حتى المشاركة هي إيمان من الزملاء العاملين. والبعض يسأل أنه ما في تمديد، يعني مثلا انتهى تقديم الأعمال ب25، أنه في تمديد حابة ربما، يعني قد يكون قصرنا بعض الشيء فيما يتعلق بالترويج لهذه والإعلان عن أشكال المسابقة، لكن رسميا هو وصل لكل القنوات. فبعض العاملين لازال يسأل أنه حتى الآن لا يوجد هنالك تمديد حتى نشارك ويسمح لنا الظرف بالمشاركة بهذه المسابقات. هذا إيمان من الزملاء بأنه هذا المهرجان له دور، وأيضا هو تعزيز لدور الاتحاد فيما يقوم به من خطوات.
تعزيز لدور الاتحاد مثل ما قلت استاذ موسى يمكن، والتشاركيه بين جميع المؤسسات والوزارات السوريه. خلينا نحكي اليوم يمكن بلش الفرز في لجنه رح تقوم بتقييم هي الاعمال. خلينا نحكي عن البرامج الخدميه اذا بنبلش، على اي اساس ممكن انا مثلا اختار هيدا البرنامج الاطفال او هو تناول الموضوع الخدمي بطريقه صحيحه؟ في اسس مثلا او قوانين هذا يعني سؤال حاطينه بال ما هي الاسس التي تعتمد؟ هنالك احنا في اجتماع المكتب التنفيذي بالامس بدانا بتوجيه لفرز الاعمال لكل على حدال اذاعه وتلفزيون والصحافه والمواقع. شكلنا لجان التحكيم بالامس وسنتواصل معهم. لجنه التحكيم بالتاكيد هي من الخبرات الاعلاميه ولتمتلك من الخبره والمهنيه ما يجعلها تفرق انه اللي نقل ان كان هذا البرنامج بمستوى معين خدمي او غير. بس رح يتم مراعاه الظرف الان الموجود، لانه نحن ما فينا ننكر انه نحن عم نقوم يمكن بامكانيات محدوده، يعني لا يمكن الظرف هو على الجميع يعني على هذه الظروف التي نعيشها في كل الزملاء الاعلاميين. اما ما يتعلق بكيفيه معالجه هذا الجانب مهنيا لكل زميل اعلامي طريقته الخاصه، يعني قد يكون هنالك برنامج خدمي حواري يتعاطى مع القضايا يحلها من خلال اتصالات او من خلال تقرير، قد يكون برنامج خدمي ميداني يجري لقاءات مع المسؤولين ضمن الحي او الشارع او ما شابه ذلك. وبالتالي يعني هنالك مجموعه من المعطيات التي يمكن للجنه ان تقول بانه هذا البرنامج يعني في مركز ما. والحقيقه يعني حاولنا اثناء تشكيل اللجان ان تكون من الخبرات الاعلاميه الحقيقيه التي يعني غالبا ليس لها علاقه بالعمل مع الزملاء، يعني يعني تكون حياديه قدر يعني اي من لنقل من المتقاعدين على الاغلب والزملائنا الاخوه الاساتذه في الجامعه جامعه دمشق كليه الاعلام، يعني بحيث لانه لجان التحكيم هي عنصر مهم فيما يتعلق لنقل بآليه التعاطي مع هذه الاعمال والمصداقيه. في كل الاحوال يعني بالنهايه المسؤوليه الاكبر على بالنهايه سيكون هنالك فائز واحد، ليس بالضروره ان يكون باقي البرامج انه مهنيتها غير جيده، يعني التسعين ناجح والخمسة وثمانين ناجح. مجرد قبول يمكن العمل بحد ذاته ضمن المنافسة هو شيء جيد ومؤشر جيد بهذا الوضع اللي نحن فيه مثل ما حكينا بظل الظروف المتواجدين فيها، لكن بعد الفوز ماذا سيقدم للفائز؟ هل هناك في خلينا نقول ضمانة اليوم؟ هل سيتم الحديث عن ضمانة لعمل الصحفي بظل هاي الظروف؟ هل سيكون هناك دعم مو بس مادي ومعنوي من خلال ضوابط العمل رح يتم الحديث عنها؟ هي يعني بالناحية الأساسية فيما يتعلق لكل من يفوز في مهرجان هنالك جانب شخصي يحققه بعيدا عن لنقل القناة والسوية المهنية التي طبعا يعمل بها الزميل، لكن كل من يفوز في مهرجان يعرف بأنه هذا هو إنجاز شخصي مهني له على الصعيد الشخصي، وهو دافع معنوي لكي يعني ينطلق الى الامام ومستوى ودافع يرتقل. اداري بعد ما شكلوا لجان الفائض وما شابه ذلك، لانه صاروا يطلبوا انه شو الشهادات والجوائز اللي اخذها في مهرجانات هاي على الهامش. لكن في الاطار العام المهرجان سيقدم درع تذكاري وسيقدم جائزه ماليه، لن اعلن عن حجم الجائزه الماليه الان لانه في يعني قيد دراسي بحيث تكون يعني الجائزة تليق، لأنه هنالك فريق عمل وعدد كبير قد يكون يعمل في البرنامج التلفزيوني إلى حد ما ضمن الإمكانيات نحاول، لكن هي البداية. العامل المعنوي عامل مهم والعامل المهني عامل مهم فيما يتعلق بهذه الجائزة التي يحققها المشارك. أستاذ موسى يمكن ضمن المهرجان كمان رح يتم تكريم عدد من الإعلاميين العرب. دعونا يعني الآن العدد من الزملاء الإعلاميين من الأقطار العربية الشقيقة، وبالتأكيد أكيد سيكون هنالك تكريم لمثل لبعض النجوم الذين سيحضرون. أقول نجوم لأنه الإعلامي أصبح نجم حقيقي وقائد رأي في المجتمع. العدد المتوقع يعني حتى الآن والذي أخذنا الموافقة المبدئية على الحضور حتى يعني ما قبل أن آتي إلى هنا بحدود 25 إعلامي منها من النقابات العربية التي ثبتت حتى الآن بحدود 10 نقابات عربية ما
من خلال اتصالات هاتفية أكدوا الحضور سواء عن طريق رئيس النقابة أو الاتحاد أو الجمعية أو الرابطة الصحفية حسب التسمية في كل بلد، أو إن كان سيرسل من ينوب عنه لتمثيل هذه النقابة. طبعا سنواصل الاتصالات، وهنالك تعاون مع الزملاء في اتحاد الصحفيين العرب، زميل رئيس الاتحاد مؤيد لامي نقيب الصحافه العراقيه، وايضا الامين العام للاتحاد زميلنا خالد ميري، كلهم الاتحاد العربي متعاونون من اجل ان ياتي الاعلاميون العرب الى سوريا لأولا يكونوا مع الشعب السوري، يتعرفوا على الأقل على الواقع عما يجري في سوريا. نعم، يعني أستاذ موسى دائما كنا نشهد توافد عدد من الصحفيين والإعلاميين في الدول العربية لزيارة سوريا سواء قبل الحرب وبعد الحرب. يمكن هاي المشاهدات كنا نشوفها على الجرائد العربية بمحطات التلفزيون وهي تصحيح الرؤية الحقيقية. اليوم دور الاتحاد في ظل هاي الظروف يمكن تعاظم المسؤولية أكبر، هو حاليا خلينا نقول مصوب لحقيقة ما يحدث في سوريا. هل أيضا سيأخذ في الحسبان يمكن فئة مخصصة بهذا الشيء في المهرجانات القادمة أو صحيح. ضمن نشاطات صحيح الاتحاد؟ صحيح، هذه نقطة أساسية، لكن طبعا الاتحاد هو المؤسسات، هو الزملاء، والزملاء يقومون بمثل هذا العمل. مجيء الزملاء في من الأقطار من الدول العربية لحضور هذا كافي، هو يعني يقوم بهذا الدور التي تتحدثين عنه، لكن المهم في هذا الجانب تحديدا أن يكون هنالك تنظيم لزيارة معينة طبعا من خلال قدوم إلى سوريا، لا أن يأتوا إلى الفندق ومن الفندق إلى المطار، أن يكون هنالك جولة مثلا على بعض المناطق القريبة من دمشق أو خارج دمشق، لقاءات أيضا ستكون مهمة مع شخصيات مسؤولة في سوريا في مختلف المجالات. هذه ربما لدى البعض العديد من الأسئلة التي يود أن يسألها، مثل هذه اللقاءات تفسح له في المجال من أجل أن يسأل السؤال الذي يريد ليأخذ الإجابة الصحيحة مع مشاهداته على أرض الواقع. بالتالي مهم جدا أن يكون هذا الحضور مع برنامج موازي فعال. لهذا الحضور من خلال جولات ميدانية أو من خلال لقاءات مع مسؤولي. خلينا نحكي معك أستاذ موسى عبد النور، من فترة يمكن عم نشهد دور فعال للاتحاد، الحق يقال ما كنا نشهده سابقا. خلينا نحكي، هل هناك في تغيير لآلية العمل أو نهج الاتحاد؟ صرنا فترة بنشوف مثلا دورات بقيمة الاتحاد، هلأ في مهرجان، سابقا ما كنا نشوف هيدا الشيء. في شيء جديد، في خطط لدعم الصحفي اليوم ضمن ظروف الحرب اللي عم نعيشها؟ نحن فينا نقول الصحفي اليوم عم يحط ايده على كفه في ظل الحرب الى جانب الجندي العربي السوري وعم يشتغل على الارض، شو الجديد؟ طبعا هذا نقطه مهمه، انه لكن في يعني اتصور بعض الظلم اذا قلنا سابقا ما كان. كان في لم يكن، انا ما قلت كان في دور بس لم يكن فعال بهذا القدر. نعم. يعني اقصد انه قد يكون يعني حتى الان نحن نشعر انه في بعض التقصير بالترويج لما نقوم به. ترويج مهم، الاعلان عن الانشطه مهم. صحيح. فربما كان يكون مثل هذه الانشطه، لكن ما في اعلان، ما في ترويج، ما في فعاليه، ربما تكون ضمن حدود ضيقه مثل انا لا اريد ان ابرر، ساتحدث عن الواقع الحالي. فيما يتعلق بالدورات، طبعا نحن انطلقنا بخطه واضحه من اجل تدريب الدورات التدريبيه خلال هذا العام، وانطلقنا بالدورات التدريبيه من محافظه حمص فرعنه بحمص، ومن ثم إلى اللاذقية طرطوس. انشغلنا الآن خلال فترة شهر آب وأيلول بعيد الصحافة والمهرجان، بعد ذلك سنتابع في حما وحلب والسويداء ومن ثم دمشق. خلال هذه الدورات كان هنالك ورشة عمل للإعلام الاستقصائي أقيمت في مؤسسة الوحدة، تحية لزملائنا المتعاونين معنا دائما بتأمين المكان لمثل هذه الدورات وكل الجهات التي تعاونت معنا في كانت قصيرة في المحافظة. يعني كانت يطالبون قصيرة بتكون انه الدورة او الفترة صحيح. اطول يعني من يعني ذلك. مثل هذه الملاحظات التي تقال نحن نستفيد منها. يعني كما ذكرنا المهم ان نبدا. نحن بدانا قصيرة بالتاكيد، الاعلام الاستقصائي تحديدا بحاجة الى وقت اطول. صحيح. لانه بحاجة الى فترة تدريب عملي، يعني لا يجب ان اقول التقرير الاستقصائي يجب ان يتضمن 1 2 3 احفظه، أنا بدي أطلع بدي أشوف على أرض الواقع، أعمل تقرير استقصائي حقيقي وميز ما بين التقرير وما بين الاستقصاء، شو معنى الاستقصاء وآلية عمل الاستقصاء. وبالتالي هذا الأمر بحاجة طبعا إلى وقت.
كل هذه الملاحظات نحن ستبقى في ذهننا للدورات المقبلة بالتأكيد. هاي مسألة. المسألة الأخرى أيضا لها علاقة بنشاط الاتحاد حتى على صعيد لنقل الزملاء والدفاع عن الزملاء في القضايا المهنية، في قضايا أخرى متعلقة بجوانب لنقل بالقضاء أو ما شابه ذلك، فتحركنا إلى حد ما ونجحنا في هذا الجانب، وهذا ما جعل ربما الصورة تتغير عند البعض. هذه الصورة النمطية أحيانا يأتي حدث وتنجحين في هذا الحدث، بالتالي هذا يعطي دفع للأمام الاتحاد بأنه موجود في الدفاع عن الزملاء في هذا الجانب. هنالك دورات كما ذكرتي سنتابعها في المحافظات وأنشطة متعددة، منها المهرجان الذي نعول عليه الكثير لكي يكون نقلة أيضا في الجانب المهني. يعني أستاذ موسى عبد النور، اليوم حاولنا نضيء مع حضرتك ولو بشكل بسيط على مهرجان كلنا بنعول عليه وبنتمنى أنه يكون مو بس البادرة الأولى، يكون في بوادر كثيرة سورية بتستحق، والصحفي السوري والإعلامي السوري بيستحق كل التقدير داخل بلده قبل ما يكون خارج بلده. بدنا نشكر وجود حضرتك معنا وتحية لكل الصحفيين السوريين. شكرا لك. أنا أشكركم وأتمنى أن يفسح المجال، لأنه في جانب مهم كان لازم نحكي فيه وهو ما يتعلق بالتعديلات التي اتخذها اتحاد الصحفيين حول القبول والعضوية، وهذه مهمة للزملاء العاملين بجملة قصيرة. التعديل فقط هو ينص على قبول من يعمل في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والمؤسسات الدولي على الاستكتاب غير مثبت أو القطاع الخاص لقبوله كأعضاء في اتحاد الصحفيين كما في محاولة لتنظيم المهنة. شكرا لكم وشكرا لكل الجهود التي تبذل في مساعدتنا على تأمين هذه الأنشطة بشكل لائق، والتحية لرجال الجيش العربي السوري، التحية لأرواح شهدائنا الأبرار وشهداء الإعلام، والتحية لزملائنا العاملين في الإخبار. نشكرك أستاذ موسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين، نتمنى لك التوفيق، مشكورين على الجهود الكبيرة اللي عم تقوموا فيها، وهذا التفصيل رح نحكي عنه في حلقات قادمة، نفرد له كمان مساحة أخرى. شكرا كثير لك.